واللي عايز الناس تفهمه انها مش شطارة ان انت تسجل للناس او ان انت تخون المجالس وترجع بعد كده تهددهم باللي هم قالوه او تبتزهم مقابل اي شيء. اي حد هيعمل كده هيتحاسب وحسابه هيوصل للحبس وهيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا. فياريت كل الناس تاخد بالها من هذا الامر، واي شخص يتم التسجيل ليه اي مكالمة او اي حاجة ما يخافش ابدا، لان اللي هيسجل لك هو اللي هيتحاسب مش انت اللي هتتحاسب، طالما انت ما شتمتش حد او ما غلطتش في حد، فبالتالي اللي يسجل لك هو اللي هيتسجن مش انت.